كيف حالكم يا أطفال؟ اليوم سوف نقرأ حكاية السمكة سيسي وحرف الساء. مرحبا، أنا اسمي سيسي. سيسي سمكة صغيرة. هذه أمي سوسو. سوسو سمكة كبيرة. هذا أبي ساسا. ساسا يحب السباحة. رأت سيسي الشمس. سألت سيسي: ما هذه يا أمي؟ قالت سوسو: هذه شمس. صاحت سيسي: أنا أحب الشمس. ما الصوت الذي تم اكتشافه؟ هو حرف الساء. هناك شكلان لحرف الساء. هذا الشكل حيث نكتبه خط مائل صغير وخط مائل كبير وخط منحني كبير. وهذا الشكل حيث نكتبه خط منحني صغير وخط منحني صغير وخط منحني كبير. س سمك. سنجاب. سلحفاة.